بعد نجاحه اللافت في الانتخابات، يواجه الرئيس الإيراني المنتخب مأزقا اقتصاديا يعاني الأمرين. تعهدات إبراهيم رئيسي الاقتصادية التي أفصح عنها في حملته الانتخابية برفع مستوى المعيشة وتعزيز قاعدة الموارد الاقتصادية والصناعية فضلا عن تمتين التجارة الخارجية، تصطدم اليوم بتركة العقوبات الصارمة التي تنفذها الولايات المتحدة منذ نوفمبر من العام 2018. وحتى قبل أزمة كورونا التي زادت الطين بلة، كانت العقوبات الأمريكية قد تسببت في فرض حصار على قطاعات إيرانية حيوية مثل النفط والتبادل التجاري، بالإضافة للنشاط المصرفي، الأمر الذي عطل العلاقات الاقتصادية الخارجية ودفع الاقتصاد إلى الركود. ومع هذه العقوبات وما تلاها من تداعيات وخيمة لجائحة كورونا، انكمش الاقتصاد الإيراني وواجه الريال تراجعا حادا، وانخفضت قيمته إلى النصف منذ نحو عام مع قفزات في معدلات التضخم، الأمر الذي أثر في المستويات المعيشية لشرائح كثيرة بالتزامن مع نسب بطالة مرتفعة. وعلى الطرف الآخر، تضررت المالية العامة في اقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على النفط، مع خروج جماعي لاستثمارات عاملة في إيران، وفي المجمل انكمش الاقتصاد بنسبة 12% خلال العامين الماضيين. ملف الاقتصاد الذي سيحمله رئيسي مثقل بالمشاكل، ويتطلب منه المبادرة إلى تفكيك الأزمات واحدة تلو الأخرى، وتحريك عجلة نشاط الاستثمار والتجارة على طريق العودة لسكة النمو.